السلام عليكم. مع زيادة الأوبئة اللي مر بيها العالم في التاريخ نشأ علم في الطب اسمه الإبيديميولوجي أو علم الأوبئة، وده اللي بيهتم بمواجهة أي وباء بشكل علمي ومنظم، وبينقسم إلى فرعين رئيسيين. الفرع الأولاني هو فرع الترصد، وهو المسؤول بجمع كل المعلومات الخاصة بالوباء من أول التعريف الوبائي ليه إلى التعريف الجيني إذا كان هو فيروس أو بكتيريا وإيه نوع الفيروس بالظبط، لحد العد والإحصاء لعدد الحالات اللي بتظهر كل يوم والتطور لزيادة أو انخفاض عدد الحالات بشكل يومي، ودي اللي بتشكل الموجات الوبائية اللي هنتكلم عليها في حلقة النهاردة. والفرع الثاني من علم الأوبئة هو الفرع اللي بيهتم بالتجارب، وهو بيبدأ من تجربة المطهرات والمعقمات للقضاء على الفيروس أو البكتيريا المسببة للوباء، إلى تجارب السريرية الخاصة بالأدوية أو الخاصة باللقاحات اللي بتقضي أو بتسيطر على الفيروس أو الوباء. والفرعين دول بيكون ليهم أدوار متوازية مع بعض في كل مرحلة وبائية، من أول بداية الوباء إلى السيطرة على الوباء. ولتوضيح المراحل الوبائية الخمسة اسمح لي أقتبسها من الحلقة الثالثة من خلاصة الدراسة. كل الأوبئة أو الهجمات الفيروسية اللي عدى عليها العالم من القرن 19 لحد الكورونا أو الكوفيد 19 عدت بخمس مراحل ثابتة ذكرتهم الدراسة، اللي هسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو. أول مرحلة هي مرحلة تعريف الوباء وتحديد إن هو عبارة عن هجمة فيروسية. المرحلة الثانية هي مرحلة دراسة التركيب الجيني للفيروس بالإضافة إلى تجربة كل الأدوية المتاحة مع كل المصابين، ومع ظهور أول حالة تعافي بننتقل للمرحلة الثالثة وهي مرحلة العلاج بالبلازما بالتزامن مع التجارب السريرية على اللقاحات إلى حين إصدار اللقاح. وأول ما بينجح لقاح في التجارب السريرية بيدخل العالم في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة إنتاج وتوزيع اللقاح إلى جميع سكان الكرة الأرضية. وبعد تحصين سكان العالم بيدخل العالم في المرحلة الخامسة، وهي الانتقال من العلاج إلى الوقاية، وبيتحول فيها الوباء إلى مجرد تطعيم هياخدوه الأطفال في سن معين. إحنا حاليا في المرحلة الثالثة وعلى مشارف الدخول في المرحلة الرابعة إن شاء الله، وبداية السيطرة على الوباء مع ظهور اللقاحات اللي متوقع إن شاء الله إنها تطلع من سبتمبر إلى أكتوبر. عندنا أكتر من 3 أو 4 لقاحات من المتوقع إصدارهم في خلال هذه الفترة. وفي خلال أول 3 مراحل وبائية بيتم اعتبار ان الفيروس او الوباء لم يتم السيطرة عليه بعد، وفي خلال المراحل دي عدد الحالات المصابة بيرتفع وبينخفض بشكل تدريجي مرتبط بعوامل معينة بتأثر على ارتفاع او انخفاض الحالات المصابة. ولكن بشكل احصائي في الرسوم البيانية ارتفاع عدد الحالات ثم انخفاضها ثم معاودة ارتفاعها مرة اخرى وانخفاضها بتمثل صورة من الموجات تشبه امواج البحر. فالموجة الاولى هي اللي بيرتفع فيها عدد الحالات الى مستوى معين ثم تنخفض لتصل إلى نفس المعدل اللي بدأت فيها الموجة من البداية. الموجة الثانية يا إما تكون أقصر أو أضعف من الموجة الأولانية، وده بيكون مؤشر إلى المزيد من الانخفاض والسيطرة على الوباء، أو بتكون أقوى من الموجة الأولى زي ما حصل مثلا في الإنفلونزا الأسبانية. طب إيه هي الأسباب أو العوامل المؤثرة على قوة أو ضعف الموجة الثانية؟ هو ده موضوع حلقة النهاردة من خلاصة الدراسة، وأنا معاك دكتور حسام رب. احنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط، فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو. في 3 أسباب رئيسية بتؤثر على قوة أو ضعف الموجات الوبائية. السبب الأول هو زيادة بؤرة انتشار الفيروس، وده زي اللي حصل مع بداية الفيروس أو بداية الوباء في الصين إلى أن انتشر في دول العالم كلها زي كوريا وأسبانيا وإيطاليا وأمريكا. الانتشار ده بيعتبر انتشار أفقي للفيروس وبيأثر على الموجة الوبائية بشكل كبير جدا، وده اللي شفناه من ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى ملايين الحالات على مستوى العالم. وللأسف في الوقت الحالي العالم فشل في السيطرة على زيادة بؤرة انتشار الفيروس، وده بسبب ان الفيروس ده بيختلف عن كل الفيروسات السابقة بان فترة الحضانة بتاعته بتصل لاكثر من 14 يوم داخل الجسم، وده اللي بيخلي الانسان مصدر عدوى الى مئات الاشخاص بشكل يومي لمدة 14 يوم بدون معرفة ان هو مصاب او ان هو بينشر العدوى، وده كان السبب الرئيسي لانتشار الفيروس السريع جدا الى كل دول العالم تقريبا. السبب الثاني وهو زيادة قوة وانتشار الفيروس، وده بيحصل نتيجة الطفرات الجينية اللي بيتعرض لها الفيروس بشكل مستمر. واسمح لي اقتبس الجزء بتاع الطفرات الجينية من الحلقة الخامسة من خلاصة الدراسة. الطفرة دي لما بتحصل بيبقى حاجة من اتنين، يا اما تكون طفرة مؤثرة على اداء الفيروس يا اما تكون طفرة غير مؤثرة على اداء الفيروس. ولكن الدراسات
الأخيرة قالت إن كل أسبوعين تقريبا بتحصل سلسلة كبيرة من الطفرات غير مؤثرة، وبتحصل قدامها طفرة واحدة بتكون مؤثرة على أداء الفيروس، وده معناه إن كل أسبوعين ممكن نشوف طور جديد من الفيروس، يا إما يكون أكثر قوة يا إما يكون أكثر ضعفا. وطبعا في حالتنا في الوقت الحالي لو الفيروس كان أكثر قوة فده هيزود الوبائية والانتشار بتاع الفيروس، ولكن إذا حصلت الطفرة اللي هتحول الفيروس إنه يكون فيروس ضعيف أو attenuated virus، فده معناه إن فيروس الكورونا إن شاء الله قد انتهى. ولكن طبعا هتستمر العلماء في العمل لحد ما يوصلوا للقاح جديد، لأن برضه بانتشاره ممكن تحصل طفرة تانية بعد ضعف الفيروس ترجعه تاني إلى فيروس قوي، وده بيفسر صعود موجة وبائية قوية مع ظهور طفرة جينية قوية، وانخفاض الموجة الوبائية مع ظهور الطفرات الجينية الضعيفة، واللي بيها هتفضل يستمر الارتفاع والانخفاض للموجات الوبائية إلى أن يتم السيطرة تماما على الفيروس، يا إما باللقاح أو بظهور نسخة ضعيفة من الفيروس تؤدي إلى اختفاء الفيروس زي اللي حصل مع فيروس السارس 1. السبب الثالث والأخير من الأسباب المؤثرة على قوة أو ضعف الموجات الوبائية، وهو أهم سبب لأنه بيعتمد على العامل البشري بنسبة 100%، وهو ضعف الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، وده بأن الناس مع الوقت بتنسى قوة الفيروس، وبيقل الاهتمام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الماسكات، وبيقل الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر، وده اللي بيؤدي إلى إعادة انتشار الفيروس من جديد وزيادة الخطورة في ارتفاع عدد الحالات المصابة وبالتالي عدد الوفيات في المجتمع. علشان كده اللي في إيدينا حاليا حتى يتم إنتاج لقاح إن شاء الله اللي هيكون قريب في سبتمبر أو في أكتوبر 2020، هو الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ونشر الوعي بين الناس حتى لا تتكرر موجة تانية من الفيروس قد تكون أشد خطورة من الموجة الأولى. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد من خلاصة الدراسة، وما تنساش تعمل شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شكرا والسلام عليكم. احنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط، فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو.